لا تنسى أبدا ذكر الله. الله الله الله. فالعابد لا ينسى مولاه. الله الله الله. لا تنسى أبدا ذكر الله. الله الله الله. فالعابد لا ينسى مولاه. الله الله الله. سبحان الله سبحان الله. أكثر من قولك يا الله. أكثر من قولك يا الله. الله الله. سبحان الله. الله الله. سبحان الله. ذكر الله تعالى عبادة، نور وحلاوة وسعادة، رؤية وجه الله زيادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد الموضوع أمانتا أن بلابد أن وحويان ونهاية كل حي، نهاية كل حي ما حقرقتها قف كستو نول ماشا وكود دماغو نولا كستابا هلكو كود دماغو يا مانتا كشاكين أن وحان الله هذا أحكام الجنائز جنازة أحكام تيدا جنازة أحكامتي واي مركا موضوع عني ميلا أما دور سيوط أيام وإيجي دونا هدي إلى هاي راهضو بالهرطة وحنركي دونا إن قفك مسلم كيحي أو حسوسنا هذا قيريدو إنا يتهي واحد مهيم حسوسنا أنت وحسوسنا يهي إنا واحد مهيمك قفك أو جيردو أي سوفوت سارتي أما سي قفك أم لين عي إنتان أي تهتي أو كتغ عي مقارن وحال الربو إنو سميهيو حان وجي دا وحال إلا هدا سوماليد واحد كمه مادا نوي وكيو يقانا موقت وواحد مهما صحنا نقوم كرتا لغاية بأينا مرك قاركود صح مقوم ويدانا ويدعي كرتا لكن كل واحد وجه دانو تجابة هانية تجربة اكسبرينس تدكا دي سيدي لغو أركي أما سيدي لغو أركو قفك سيابها الله لأنو دي هاي قف ماركتي هديتو أما أرمتان تلغو صدوني وكرا ويكتا مركا قفك عين كاسه أم لينا هي يعني أرنتنا هنا أرن سيريا ستهاي أما سوا حوين رجاي بتيه وكنت جاي هنا تهاي وحيابها صنها إنه سمي أما أرنها الوجب بها هي إنه سمي إن أما ديدت كأو كوا جيريون يا أي سميان مركو قف قدمته رايد أفتر مركو قدمته وحال الربا إن لا سميو أي هبونت هاي إن لا سمي مقرن iyo waxyaabaha ay waajib ka tahay in la sameeyo waxyaabaha waxyaabaha iska ma la yani sunnah in la sameeyo waxyaabaha qaar koodna wax waajib ah oo dadkani aw qof kale ku aqdintay waajib ku inay sameeyaan waxa soo dhamaarki doona markaas waxa way tadhakkurul maut in la xasuusnaado geerida in la xasuusnaado dhimashada اعلم بالغو اوغو انه حال كوحيه يصنو اني سنته لكل انسان قف كستا ان يكثر انو بديو من ذكر الموت لمشدا حسكيدا انو بديو اني سنته قف والبا او نولي نولا والبا او مسلمي انو بديو حسوسنانتا لمشدا لحديث حديث كان صور صعدة أيانا أرنتها الدليلة وأوليه النبي عليه الصلاة والسلام أكثروا بضية من ذكر هذه اللذات حسك كوحيابها محمحان دمية كقوية وحيابها النفط جعشها نروشا الدونك ككل كريها كجوجية كاس حسكي صبضية قول النبي عليه الصلاة والسلام أي الذي يقطعها بسرعة كسدخساء
قفك وجوية وحي أو مسكح لي سكوت جري وحي أو ديا وديا سكوت ديارنا يأودان وهو الموت وحاسنا هو الموت كوي رواه ابن حبان وغيره وحكروا له بها هي قفك مسلم كا وأنا يستعد وأنا سكوت دياري سكوت دياريو لمشرة لمشرة إنه سكوت دياريو وحوس سكوت ديارنا ينا وحوي أن يستعد له بالتوبة كيريد إنه سكوت دياريو توبة كان إنه قف التوبة كان والاستقامة هي إنه توصنا هذا مع الله تعالى إلهي طريق إنه كنت توصنا هذا إنه طريق أي بك توصنا هذا قرنا يسا هي إنه توبة كان قف مرول با إنه توبة كان والتوبة ده وانيك قرنا يو نبي قول عليه الصلاة والسلام أنا كيلو تضبات قور ما روايات كقار كون ما هالكيلو بقول قور أيام توبة كان وكيل مركز توبة ده إن أو قف كمسلم كي بادي يو أو توبة كان مرول با تاسوارن ee laga marmaan oo u fiican qofka waana arin yani in general guud ahaan qof kasto muslim laga doonayo weey laana ma yaqaan goor uu imanay mowt wa yastaid lahu bi tawbati wal istiqamati ma'a allah ta'ala sawaan waxa isku mid ah dadka arintan aan leenahay ha tooba keenan ha isku diyaariyaan oo aan leenahay waxa isku mid ah sawaan kaana shaban qofkan lala hadlayay ahaaya qof dhalinyaro ah oo kahlan ama qof garmadooba كهل كرمضوبة أو شيخا مسنا أما أضي دأجوغة قف دأجوغة أضي دأجوغة قف دأجوغة متكو دون بها أهض وسواء وحك رأسك مذا ولبا كان هايا صحيحا من عافمات قبل قف كانيتها توبا كان لليه أو مريضا أما قف حنوصا فإن الأجل أجش محجوز ومدلق قري في غيب الله تعالى غيبك إلهي qarsoo yani ilaahay qaybabka oo qariyeebay kamtahay magaranaysa mar haday naga qarsoon tahayna qofku waxa fiican inuu marka dhigto u taagnaato inuu dhigto u taagnaato un hadii jeer oo aw u diyaar ahaado toobakeenka iyo toosnaashaha ugu diyaar ahaado walaysa almaut geeridu ma ahaanin baaleeri aqraba mid uga dhow mid u dhow ila sheikh alkabiri qofka duqaa odaga duqaa أما هو إن هذا الضغط من الشاب الصغير نكد اللي يرضى مد وقدو معه بمعنى وذلك نجيبه بي كيريد وقمده كيريد وقمده وقفن اللي يرضى إنك استقو دي واحد ويان أي مسكحة هان أما ضدكو أي هذي توا حقي بوصي دو هذي اللي يراه أو دي أي ساته لكن هذا تاسي كمد من أجشي ayaa waxa odaygan ajashiisi ayaa u soo ka soo horeynaysa in qofka dhalinyarada waxay ka soo horeyn kartaa haday de wada noolaadaan ilaahay umriga u wada dheereeyay kan daadi haday ta khalas oo lagdinaysa kan kalena de laga yaabo inuu sii noolaado laakiin ajashi caadi ah mid walba ilaahay waqtiga uu qoraa ku dhimanay lama yaqaan mid horeynaya odaygan weyn iyo inaan ka dhalinyarada kama annahu laysa aqraba ajashu maaha kama annahu saani u ahay garanaysa kama annahu laysa aqrab sayna wa ahin ajashu mid u dhaw ila mariidi kabuka mina sahihi ka caafimaad qaba yani kan buka in loo qoondeeyo un kan ka horeyn doona laba qof oo ismaarad minna u xamuusan yahay galin iska xamuusad qof kalena iska caafimaad qabo dig dhabanaayo inaad kan uga dhaw tiraahday de waxa weeyaan ma sax ma aha magaranaysa farubba badana baaleedi shaab ninda li yaraa أو اختطفه الموت موتك أو دفتي فقرب هفل يريد وهو إساق أو مكاد اليرادي غارق كو قرقون أو كو كدهجرة مقرانا إساق في أحلام شبابه محنوها دريمك أما سواح ويان دي ديلادة أو كنو ليها قفك اليرادي كان سمين دونا هل كان كدع دونا كان ندس دونا شقدنا قول الدون مقرانا إساق سيدنا وحرون دونا kaas dhalinyarada ah ee aan kaasa imisay dhacday inuu mowtku dhab la yiri waruba sheekh waxa ka roob badan baa la yiri sheekh waayeel musinnin daa oo imtadad bihi lahayatu nolosha u sii socotay oo u sii dheeraatay wahuwa isaguna yataraqabu yani filaya yataraqabu filanaya almowta dhimasho u diyaar oo sugayo bayna yawmin wa akhra habaani maalinba goormay ku imanta unahayo haddeed maaragtay isagu
حاجة أوجست أو إسلي كور ما يكون أنت من هاي أو يهروي ما هو ذكاء كويل كان كلا داره حد سينا مسك على كده سينا أيك مركريات الدبل ليج ها. فإذا نزل المرض بالإنسان قفك مركو حنونكو حلو فإذا نزل مركو كدقو المرض حنونكو بالإنسان قفك كان وحو أهادي تذكر الموت لما شد حسوس شديدو حسوس شد لما شدو ما قرانا إسا أما موت كحسيتان كيسو له إساق أكدو من أدلو أدكي سنة مؤكدو مركان نقونايا مروال قف كستو مسلمين كستو في عانتا إنو يعني سلاس أندرين كاس كجيو حدنا وحويان مركو حنون قفك هلو إلا ما يقاهنا كوو كيكينو يهي كوو كتكينو يهي إنو محوان هاي هديتو لما شدا حسوس نانتي ذا إنه بضيع وأخذ الاستعداد له وأخذ الاستعداد له إيوه إنه ده إسكو ديارين تيدو لما شاء إسكو ديارين تيدو له إسقى ألزمه يلا أيه لازم قصي أقف كاس وأهم ومهم سن بمعنى قف كان حنون صدي قف كان حنون صدي موت كحس ديسه وأدو وأركت إسقى يعني إنه 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 حصاي وأرن لو ربه هنيه إنه حصو ما قرن isku diyaarintii samaydka inuu isku diyaariyayna waa arrin de laazim baa magaranaysa oo ka muhiimsan kii kale iska caadiga qofkii kale iska caadiga ahaa waa arrin uga muhiimsan weeyaan ma yutlabu fi'luhu bil muslimi hina ihtidarihi qofkan muslimka ah qofkan muslimka ah waxa loo baahan yahay marka أي هديتو أو سكرات كحرو احتضار وحلا إلى هذا مركا هديتو السكر هذا يقف سكرات بالغيره الاحتضار احتضاركو هو إساقو ظهور دلائل الموت علامات الموت علامته موتك علامته جيردة وقفك كم مقتوي على المريض مريضك كم مقتوي وبدء السكرات هي سكراتك بلوغيس سكرات كبيرة وقيس ها أي نزع الروحي كسيبت لقى سيبو نفطة من جنس من جسده جركيس ما قرنا يسا سكرات كبيرة وقيس هي الروح دي ولقى سيبو جركيس هو يعني احتضار كل شيء فإذا وصل المريض قف كمريض كحنوس أنا يمركو جارو إلى درجة الاحتضار درجة حتى معنى إني أو السكرات كي إيو على مده جيرده وقف كي كم وقت مرك أي شيء كده قاله ندب ولاصنا يا لأهله أهل كيسة أن يضجعوه أن يضجعوه إنه أجهفيان على جنبه الأيمن دنا عمدك تيني أقول لك دان متجها نسوا أجه ذينا يانا بوجهه وجه كيسة إلى القبلة قبلة إلى القبلة مدك تعسال الله قلته سداس قبلة دينا وجهه وين أجهه قوي فإن صعب ذلك هذا تعسيات كاتو حالدا سهبئت كاتو أي أدري كري ويان أضجعوه وأجي فينا يان على قفاه قذات كيس قذات كأجي فينا يان مقارن جرجرك وجعلوا ويالا يان وجهه وجه كيس مرفوعا مدو حوغا يرتاقن وحبا يان قليلا إير متاقن بيكال ديان بحيث ميل يوجه لو جيدني الى القبله قبلها لو جيدني وجهيس يعني سلاس حقا سو جيدا لكن وجهيس ساس اي اسو ايغيا حق قبله وكذا اخمصاه سدو كلي لبديس على علود لبديس بابخه اي لغه ايا ايغنا سلاد او ايغيا سلاد لو فيديي marka حقا ساس لو دغاي وجهيس اي لغه هي بدستان اي يهن او ساسي او وده جيدان دي أخمصاه مركا وحلو جيدا وهما أسفل الرجل لقطة هل كيده هوسوي لقطة هل كيده هوسي يسنو توجيههما وحل سنية إن لو جيديو إلى القبلة القبلة إن لو جيديا يا رسنية واي طلبات وحيابها مهم كأهي ضدك ضدك جوغا ميتك قفكا لو صاح حاضري أك جوغا يا بعين السمايا لو بهاي يسمى وحلا سنية أن يلقن إن لا لقنه الشهادة الشهادة إن لا لقنه قف كندمانية لا لقنه دوامه إن لقوا أجيده هذا
كلمة لا إله إلا الله وهي كلمة لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله إن لقى أغيرها هذا ويان بشكل سي رفيق أو دبعسا وبدون إلحاح كوعد علن الآن كوعد علن الآن وذلك أرن كان بأن يردد وإن لقوا العلي على سمحه مقل كيسة كلمة لا إله إلا الله وإن لقوا العلي دون أن يأمره بقولها يدون الأمرين أن لأرنين قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله ور لا إله إلا الله ور إن وارتا أن أو مقلا دعي كرت قف كان موقتا يحيس موضا دمه كونشس ماه موقتا وخلاص وصيص وعضا مركا هذا قل لا إله إلا الله لا يراه أما دي أففك كرب اللقو يراه ور لا إله إلا الله نا لا إله إلا الله وحديل وحكا اللقو درؤون لا إله إلا الله ده أهين إنو هكا أنكو دقال لقيا وار 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 تابع دافي ويدي الشيكب قرميسا مركا أدو كلمة دن أم با لقاء لا إله إلا الله مير يدو اللولي لما قشينا يؤون اللي انتكوي قرمي مقال كيسو إنو هذا دقف هذا الكين كرلو وقارا هاي هذيك قدر كي أو حكم مقل جري قم بال اللي كيسيني وبدون الحاح يضعون لغو إن لغو إحنا إنه هذا الكأن إن هاس يعني وحويان أنا إن آد أما إسقى صدار الأورنين وذلك بأن يردد على سمعه كلمة لا إله إلا الله دون أن يأمره بقولها يضعون الأورنين قول كذا هذا يعني هذا الكأن وحوي دليل أرنتاس arinta waxa u dhaliila in la yiraahdo laga ag yiraahdo la ilaha illallah laga yiraa laqinu mautakum maut dadkiina dhimanaya ee lagu soo xaadiray waxaad ka ag jiraahdeen oo u laqintiin la ilaha illallah ka ag dhahbaalay la ilaha illallah ka ag dhahab karam way arinta saddexaad ee loo baahan yahay yusannu waxa sunna abaalay ha an yuqra illa akhiru عنده أكتيسة سورة ياسين سورة ياسين اللي قو أخريه قف كان دمان هيا لحديث اقرأوا على موتاكم تدكينا اللي قو حصوا حاضري دمان هيا واحد كو أخري دين ياسين كو أخريه رواه أبو داود وابن حبان وصححه والمقصود بموتاكم وحلو قجي ذا من حضره الموت قف كيري كتن ضيء إساقو دمان هيا كاكو أخريه بالي أرنتا إيضا أما حديث كاس ولماذا حديث كقاركود وحبي أشياءين وين اللي ين حديث كاس حديث كاس يعني حديث وما هب إلى ذن لا إيوه هو درجة الوضع هنا هسيء شيء وحويان إن سيد مسند إمام أحمد إيوه إن ولما كان أي كهر لهم وأخرين تلو واحد أخر يعني فضل كده الشياءين waxa ay noqonaysa marka in lagu akhriyo sidii sabada quraankuna in general akhrintiisu inay raxmad iyo naxariis u tahay ayaa meesha marka laakiin in la yiraahdo lamana muxuu aha lama hal oran jiray horta bukeen lagu mana akhriin ha qofka dhimanaya marka lagu akhriyo yaasiin lagu ma akhriin ayo wax weyn baa de loo haysta qofka lamana gunaanadin ha gunaanad lamana gunaanadan wax gunaanadan waa la waayay dadkeen badan ay yiraahdeen marka wax waajib ahaan ama aha laakiin waxa weeyaan arin hadii waxa weeyaan ay suuragal tahay oo dadkeedii joogan in la iskaga lagu akhriyay waa fiican tahay in inkastoo xadiiska ay cilleeyeen baanani baad qoramaa il hadiis waaye in arinta afraad yusannu lil mariidi mariidka qofkan de hadii tah arintiisu inay dhawdahay ee sakaraadaya oo arkayo waxa haboon yusannu للمريض الذي شعر بنذير الموت موت كي انو هدي تخلاص دولي مدي قفكن لو مرينا ايو اما سا انو دمشدي اي قرك اساريه مرينا اي وسكراتي سكرات كيسا ان يحسن انو وناجيو ذنه مليه سب الله تعالى الهي انو مراب في عنك مرئيستو وقت قاس قفكو او جاهل كاتاقيه إنه إلهي وح في عام كما لا يستويه إنه يعني رجها وناجيه إنه رجها وناجيه وي إن إسلا ساعدنا إلهي موافق يبالي القف يعني إلهي رجه وناكسن كالرجينه إن دائم حسوسنا وحي أو كالقابية موحي قرضاء وقرد عينا إلا إلهي وكا
كبدبادية بالليلي وحي معها أي أو كعب سنة يي إلى هنا وحو نحرز تيسة أيه كده ولا غيره ما كانوا قفكو ضنّي جوانا جستو إنه ضنّي جوانا جستاي أما مرها جوانا جستاي وفي عنده إلهي وح في عنه بعد كلام كل ما يقوله إلهي كل وح في عن وأيه كسين مسكح ديس سداس لأنه إلهي وجواد كريمة أيه حق يسوي صعدة وديقسيا مركا إنه إذا هرم حوا هاي أو ناقص ما لا يستاي ومد في عنوي وأن يلقي صور آثامه ومعاصيه وأن يلقي يوم توره صور آثامه تصويره أما مقالدي أما وحيابه ذنبها يوم معاصيه معصيوينك أو قريقفكني حقيقي مكتور وراء ظهري دبر كيس مكتور أو يعني إلو سي وحبا كسو قادي وايو أو إلهي وانا كفشو إنه إلهي وانا كفشو وقتك لأنه واحد كله هذا تسمعين كرام مجرد إلهي واحد وانا أكسن أيو كسيني أو كودن بدافع أو كودن بياشا دين أو أسطوري إنه متاس مسكح ديسك بوحيو هيا في عام وقتك أسقفه متصورا إساقو وصورا يباري لقفكني أنه إساقو يقبلو أما يقبلو إنه كسي صعدو أنه مقبل إنه أسي صعد على رب أب كريم وديقسيا يغفر له ودافي الذنوب الدنبياشة كلها دمانتي دنبياشة إله ودافة إنه حقي أسي صعد إنه طامس كحبك الشدوي ما دام محافظا ما دام أوقفكن أها محافظا متحفظه إلالية على إيمانه إيمان كيسة وتوحيده له يتوحيد كأب مد إلالية وكدقن ما دام أها للحديث الصحيح حديثك صحيحة يا أرنتا والدليل أو ليه هاي إيه أنا عند ظن عبدي بي حديث القدس يقول أنا أنيغو عند ظن عبدي بي وحا أهي أنيغو الدون كايغا مراحة أو إغام ملايسانا يو التيسانا يعني وحو إغام ملايسانا يان سين دونا أون كو أبال مرين دونا وي رواه البخاري ومسلم ما يطلب فعله بالمسلم عقب موته ما يطلب وحل ربه واجبك أي تهي فعله إن لا سمعيه بالمسلم قفك المسلم كادنتي عقب موته مرقودنتو تدك أو قفك المسلم كي كده حدنتي محاك واجبة محال قدبون واجبهان إذا مات مرقودنتو ووفاضت أي بحضه روحه قفك روح ديسي ندب وحل سنية تنفيذ الأمور التالية أمورها سوى صعدة إن لفوليو تدكي أو كو أقدمتي واحد واجب كو أرمهانا كو واجب تغميض عينيه إنديه سنة الله ده لأنه إنه ساسا وحويا نفطي سيرا عام بالي أما ساسا يقللان مركا إن للابو وحوي وواجبوي وشد اللحييه بعصابة أفكار نساسو كلا نقضى بالي دي إساقنا إنا ساسا سلسك صعدة وغليبو حلقو حيرا مرلا وحيرا ولألا يبقى فمه مفتوحا سواء أفكي سمد فرن مقن اللي واحد الشرف لقوله هو نرش وقتها كل كه خلاص وايه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي دخل وأوصوا جري على أبي سلمة رضي الله عنه أبي سلمة أوصوا جري وقد شق بصره يسوع عنده ساعة وكر فرمان أي شخص عنده ساعة كده جاي فأقمده وسوا وسوا عليه أو عنده أي سوا حلا طلبا تليين مفاصله حبنه سن إن لا صول لا بؤ ولا جلعي يعني أساسا وذكر نقدان وقتها إن أصلاً لسه صول راهضه ولا يعني سدي عادي جاهد ميتك لو دقي حبنه سا لا صنعه ورد كل منها إلى مكانه هي مدول بمشي عادي هنا يا هيد إن لو صول عليه مركب وحول بالنور ملقيهين قد إلا أساس مكره هنا سدي دي سلاس لو صول عليه أو كحمه ما حان كل عمير هودي لو سوى عليه لأن يرينا ساعده ساعد كيسا كعن تيسا إن لصول لابو ثم يمده إلى عضده حقا عضدك أو يعني صدنا هيد سوما صدنا لصول لابو حقا حوها عدد ديسا سيدي ذا لصول لابو وكذلك رجليه لبضل غودنا لصول لابو وبقية أعضائه إيوه حبناها انتو ذكر يعني حبناها لا يسكو صورة الدوية سيلا يا أهايين لقد دقو سينا مدو مالو انجيجين وعادت
وضع شيء فقير على بطنه وحي ليري وحي رأى رؤوس عروش الله صار بليري كي لا ينتفخ سونا أو أين عروش أين أم وينام أو مس أين أفر منه دي أين كل يود تاس مره واحد دي أو راجع ميت كيو يعني عروش أصو وينام من انتفاخ أين أصو بخخن أي ليري وفيقبح منظره مركا منظر كي ميتكو أرقيسي أو دي واح فروح النقضو غرانيسا كما يندب سي لوسن نيو سطر الجميع بدنه تجيركي سوردن إن لا أسطورو بثوب خفيف مرو خفيف ود واح بستوه علوس نين لدول لقماع مرا فروض إن هو هاي لغو وضا قري جيركي سوردن جيركي سوردن يصن واحك لوسن نزع الجميع ثيابه نزع جميع ثيابه منه دركيس أولاً لقوة الصارة ووضعه إن لدلده على سريره لحشك أما ماشي دي سرير تلدلده لقوة ما يريدونه ونحوه يوحي لمده مما هو مرتفع وحيابها سواء واحد يرس الرأي عن الأرض أرلد كسر الرأي وتوجيهه إن وجهده للقبلة قبلة كساعة الاحتضار ساعة احتضارك سيدي وكالي بمعنى كل كي أو سكرادي ما نفتق بحيسي وكيل أنا لقبلة الوجهدي مركن أميد كي هنا وجهي سحق قبلة هوجهدو وليتولى فعل ذلك أرنتا سمعين تيدنا وحمسولك أهو سمعين أيا أرفق محارمه به كو أغو دبع سنة أما أغو وناك سنة إيه محارمتي سأقراب دي سأ محارمتي سأ وحيابان كو يابان عن شيئني وحويان بانري إن قرن ما يمركن عنوان كيس بلابي إن الوحيابها واجب كأيتها إن نري يمكن لكن وحني هراء إلى أفرتاح بدون الشجني وحويان وحيابها أي آب كأوفي عن طاي إن لا سمايو قف مركو إمانيو أو سميال أنتو ضبطني أي سميال يهين ويا أما وح واجب كيه وحيابها صوص على وحيابها واجب ككوا ضد كمشة أو كأقدمتي قف كني وحيابها واجب كوا هي يجعل مارمان كيه كون صوص هذا وهي ما يجب فعله وحيابها واجب كتاه إذا فارق الإنسان بني قفك مرك أو كفار قام مركو أي كبحه نفته إذا فارق الحياة إذا فارق الإنسان الحياة إنسانك مرك أي نفته كبحه هو تحقق أي دبودو موته جريدي سوا دمشدي سوا أي دبودو وحيابها واجب كتاه إن لا سمايو يندبو وحلا سنية المبادرة وحيابها سنها آسد إن الآسا واجب لكن هري إن لو آسا مرك هري إن لو آسا أولد الدجياي وصنوي يندب وحل صنية المبادرة إن لا نخصده فورا مركابة إلى تجهيز ديارنتيس ديارنتيس أي إلى غسله ما يرجيس وتكفينه يكفنت كفن كفانكيس أولا كنفو والصلاة عليه إن لو تكدو إيو دفنه إيو آسديس وهذه الأربعة أفرتن وأفرتي ما يريديس إن لا كنفو إن لا قلتو كذو يا إن لا آسو أفرتاس أجمع المسلمون مسلمين توحكو كلان سيهين ويكو هشيس كيهين ويسكوها فقسيهين على أنها إيادو فرض كفاية فرض كفاية إن هيتهي فرض كفاية إن هيتهي فرض كفاية وان أركض وحوي ووحن أو لغوش هذا تتعلق بجميع المسلمين من أهل البلد تتعلق ويكون واجب بجميع المسلمين مسلمين تا لما أنتوا ومن أهل البلد بلد كاس قف كاس كل أنتي مسلمين تجوب تقدم واجب أهلنا نكون قنايسا إذا لم يقم هذو سمعين وايو أحد قف ومنهم يجا كمذا بها أرمها أفرتا أثم الجميع لما أنتوا قدم بابيا قف هذوك أقدمتو وأفرتا أرموا الله سمعين وايو قف كاس مسلم كم يشاء كل أنتي دي واحد وياه وهذا مذنبين هو الذنبابي عند الكاس هو الذنبابي واي يقف فاحسن وقت المركز غسل الميت ميت كما يرجيس ميت كإن لما يرد وأول أعمال تجهيزي الرماها قبل قبلين تيسا أما ديارين تيسا موتك قف كندين تي وحقوه الرأي هو الغسل وما يريد
هو الغسل إن لم يرو وله كيفية تاني لبا كيفيه أيون ليه لبصيه أما لبص يوضع هو ما يذكره. الكيفية الأولى تنوجها الرئيسي وهي أقل ما يتحقق به معنى الغسل وحويه ما يري والله ما يري الأوران كرويان أو يرتفع به الإثم ضد كان الدم بيجعد عليه هي تاسنة أن يزال وأن لقى صاره ما قد ما وأن لقى الزوليو لقى النظيفية معناها ما قد يكون وحاجة كرتو إنا أهاو على جسمه جركيسة ومن النجاسة النجاسة ثم يعمم لقو لجارسيو سائر بدنه جركيسة انتي سكلة بالماء بيو بيلو لجارسيو جركيسة انتي سكلة تاسي واسدة وغير إيه دي واحوين قفكي ميتي والو ماري اللو أرمي. الكيفية الثانية كيفية دلغات وهي أكمل ما تتحقق به السنة واسدة وغفية عن إن لو ما رأيته أن يتبع غاسله قفك الميرية وإنه إلى عليه ما يلي وحيبان صوصات كو أولا يوضع الميت ميتك والردقي في مكان ميل خال أو عدلاء على مرتفع ميل يركو الرئيسة كاللوح لوحانو كالإبادة سألو قوغلي سألو قد الميرو والنحو يوحي لمدة وتستر عورته عورتي سنة واللغو أسطوري بقميص مرده أو نحوه وحبار الأدوب الله لغو أسطوري ميتك عورتي ثانيا ها يجلسه الغاسل على المغتسل مائلا إلى الوراء ها إيه قفكا يجلسه الغاسل على المغتسل وفريسن بالي الغاسل كان وحمير ياي على المغتسل مائلا الى الوراء سو سا يرى دب ير اسكو تيرنايا ويسند راسه بيده اليمنى كعنتي سميدقنا كعنتي ويسند راسه راس قف كان ميت كان كعنتي سميدق سا يرى تيرنايا ويمر وما ويمر امرني بيده كعنتيسا اليسرى ابدح على بدنه عروشيسا بتحامل صدا صورني وشدة سأدق بصدا عروش صورني ليخرج سأصبح ما قد يكون فيه وحاي دعكرت إنه كل دحر هري أو عروس صدا مركل إلى هذانا دعكرت إنه كصبح ها قرن ثم يلف وكو دوبي يده كعنتيسا اليسرى ابدح قفكم وحمير ياي بخرقة مرو أمد وحروق عشان الجانب وحروق قلنا حميسة وحياه ما كده وحلا قشطة بس كعادية جرم وقتها لكن مرة كان لقاه الله يو مرة أنا وحقد وقتك عن تاني أو أمد ما قرنيسة ها أو قفاز هو غلوفس أو كلام بالغة هذا ويغسل مايري سوأتيه عوردي سو مايري مرة قف كان مايري ياي من قرط عروشي صار سو مريو أو محاميش دياريو أيو واستجيني ثم يتعهد أدب وإلالني ووحل ليراني فمه أفكيسة ومن خريه إيو سنكيسة طلول الكل فيوظفهما ونظيفين سفي عن بو نظيفين ثم يوضئه ويسيسيني كما يتوضأ الحي سيدا قفك النوالي ويسيسيني ويستجدي بلا قبل هذا ماركيسة ويستجدي ولو ويسيسيني ماركي ثالثا تصدحه يغسل مالي رأسه مدي حيسة ووجهه وجه ليسة بالصابون صابون والنحوه يوحي اللمدة ومن المنظفات وحيبها على نظيفية شامبون نقول أدو دوحها وحيبها لا يستعماله نظافة هام ولا يستعماله أيو وقم مالي ويسرح وفاري شعره تنهيسة إن كان له شعر هدو احتماء قفكا سيرية فإن نطف منه مركن لابد ديارنا يهبيه حتى واحد تماهيه أي كرد عام شيء أعاده وكعلني إليه إساقه ليدفنه معه سلو لأسو سلو لأسو انت هو رأي قفك وسكراتي انت هو رأي أما دعيديه وحيابها لغا قوبيا والله يرحق قاجيا لكن مرحة بنته وحويا تماهن مضحا يوحاسوا سلو دا لو بديني وايه رابعا
يقصر أميري كامل شقه الأيمن إن عيسى مدي يوهرتك قبل رابي أو دمانتي ميري سوى سعاد دبرك أجيف مما يلي وجهه وحدنا عوجهه وحي وجهه ودنا عاصم تاس أيوهرت ساس أميري مارك واضح. ثم شقه الأيسر هدنا دنا عبده مما يلي وجهه ودنا عند سوجتك ثم يقصر أميري شقه الأيمن دنا مدكته مما يلي القفا وحي قلاتك كتوسا يعني حاجة دبركة قيبتي أو جيفة ماركو هرميتك أيا دنا عن كلا لورغي أولا ميري وايه مما يلي القفا ثم شقه الأيسر هدنا دنا قيبت بدح دا أو دبركة يدي وحي دنا عاص ودن مما يلي القفا أيضا أو دي لحري رأما كهوسية قفا قلات كيس قرن وبذلك سداس أيا يعمم اللوغو عام يالي جسمه جركيسا كله دمانتي بالماء بيو فهذه غسلة أولى تاسي وميرغي كوبادوي ميرغي كوبادوي ويسن وحصنا أن يكرر إن لسوع العليو مثل هذه الغسلة غسلة ميرغان أوكالي مرتين لبقور أخريين أوكالي وبذلك سداس أي يتم قطام نقني غسله ميرغيسي ثلاث مرات صدح جير ميرغيسي وليمزج إيا إن لغود يهو لغود دارو بالماء بيها شيئا شيء لغود دارو أو من الكافوري وحيابا أدكونا في الغسلة الأخيرة ميرغا أغدام بيا إذا كان الميت ميتكو هدي أويهي غير محرم قفا حج حدني قفن حاجة هين هدي أويها لكن حاجة واحد جونا لو مدو وينها لأنه كل قاعد محرم كتاعي وحي كحرام هاو دني مركن لما يري ميت كان واقع حرام وياه أوكي والدليل على ما سبق أرنتا عن صوشة إن محاو دليلة ما رواه البخاري ومسلم عن معدية الأنصارية رضي الله عنها معدية الأنصارية قال لي الله كهذا قال واحد تري دخل علينا وحن نوصو قلي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى يا نوصو قلي ونحن أنقوه نغسل ميرينا ابنته إن انتيسي فقال وحولي اغسلنها ميرا ثلاثا صدح أو خمسا أما شنجير أو أكثر أما إنكبضا من ذلك انت أنشيقنا إنكبضا هذا ربتين إن رأيتنا هذه الأرمتاس وأربتين إنه ضروري تاه أرمتاس إن لو باهي هذا ذو أرقتين وحانت قدرتين بيها بما إن بيو يو سدرن عليهم قب أو دير لمحوها لردقاي أو بضرلا سدر وحلو يقان وجعلنا واحد يشين في الآخرة تنو قدن بيسا كافور قدر ما يريد أو شيء أنا ما شيء من كافور أو كافوره وواحد قوم ويعني سوكنا وبدأنا كقبل آبا بما يا منها دين عيادة مدكت ومواضع الوضوء منها يميريها كويسي سنيس يميريها كويسي كقبلها واي مركا حديث كان يقول حشيغة يا تيرادي هورتا قوت المامي او صدح الاشم ايا حتى هذي اي لو اركا اينا وحكا بضن لو باهن يهي لكن تيرايس دمان انها لقدقو تيرايس دمان ان لقدقو او صدح داس شانتا تدوا ساقا يعني هذي دي لو اركا اينا قف مثل مركا قاركو دواح لقيا باينا وحكا سوا وحيانا موهدا عام اي وحيابو بركا هدي اي نقطعين هدي دي وحان لي ميري لو قاعدي بكرين اي نقطعون جوك سنين انا بركا وحيابا يالا دول لغايا بركا ساساس لكن وحي اي ما يصور تقلتها ان لما يراي ميري قاس اي اي كو هبون تها ان لما يرو او ميري لغو دم اي انتي تري اهل وبا هدبا سيدر انتو واحي قاعدي قانتها اللي يري ورق وعرين مدقوق أو لطمي عمل الدقيقي لنوع نوع من الشجر جيدها لقصو سمي لقجوية يستعمل في التنظيف وح الله استعماله حق النظافة هانت الله استعماله وجد علنت سوي وح نظيف سويا كافور كنا كمام النخلي وهو الزهرة ووأبح
كي ما دبرين كذا تمرت أو كلي إيو أصل كيسو ها فإن كان محرما غسل ولا ما يريها دو ميت كان مقف محرما هدوية قف وحاجة هدوية أو حرق ولي محرما ولا ما يري غسل غيره سد ضدك كلا ما يدك كلا الله ما يري يوم بالله ما يري دون أن يمس سواء لتابسين كافورا كافر كافور أو غيره أما غيره مما له رائحة طيبة وحكست أتقول لي يدون لتابسين. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا نم وقصه وطوري بعيره بعير كيسي بعير كيسي أو الكيسي باكو دردرية بالي أنتو ما أعرف ما قرأنا ونحن أنقنا ونحن أنقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنقنا النبي قال صلى الله وهو نكون محرما أو حرم أو محرم يهي أو حج كيد كل جرها وشيسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغسلوه مايرا بماء بيو وسدر لي سدر سدر يسوي تقول له ما استعماله وحق النظافة لو استعماله السلام وقتها سصابونه كره وكفنوه كفنا في ثوبين لبمره ولا تمسوها تابسيننا طيبا وحقونا ولا تخمروها قريننا رأسه مديحيسنا فإن الله أبي يبعثه صوب حندونا يوم القيامة ما لنت قيامة ملبدا يسوى مديحيسه أو دوبيسيه أو وفي رواية ملبيا أما يسوى تلبية دي قاضي ولبيك اللهم لبيك تاية أي عرصات القيامة وصوب حندونا نكاس ملبد فوحل إلى هذا وحسب إنجري المركة إمتانا لحدنين حشك لحدنين أي واحد لسما يجري واحد إن أصل كيدو حمق أو كري وحكي ما ده أو تماه إسكو دجية دك إسكو أورنا يان أو أي نمحوها أم إنجري كوجلين أنا نمحوها تماه وحكي هذا دادنينين أو تماه أورنا يو حورنا إسكو دجيان أو كلي إن ما لها معركة بعديها إيه ده قف نمحون وكذا حسوس تاعي واحد أو ولا دام ركح كارك دك بلوس يا أو حورنا ب إسلو وضع كده جاي سواح ملاصنوك واضح ملاصنوك مركا أذو واحد عصونا وقت جاء أي جوجان واحد بدن قل لي مهينين أي كوسمينين مركا واحد لو قدن لي هاي سوي تنهي سوي حيم أي لمريي مرسين يهين وصلوا يهين بصوب حدونا أما يسوي أو لبيك اللي بصوب حدونا وقصه واحد لو جد جابلي رماه واحد جا واحد طوري رماه كطورة بكده جنت على الأرض أرلاه وداس عنقه قارتونا كده جوكسدي يا قرتو أو كنك جوسي مركا قرتي على كذا جبتي خلاص سيري كتري تخمرو حكا دغنتاي تغضوا هقريننا وجهيس ملبدا من التلبيد والتلبيد هو أن يجعل وأن لا يرى في شعره تمهيس شيئا شيء من صمغ وصمغ صمغ يعني حمك نوع حمك تكمل حمك عداد حمك نوعية كذا قال وحمكته داس يا الدقل بوسين يبالي ما قرنسا والنحوي عند الإحرام مركا يحرم أيام ليلتصق بعضه ببعض سأتي ما اسكو اسكو دجان فلا يتساقط منه شيء وحوله قص وده هذا من لأنه تنكر دعوة اللي وحوله حوال جاره بدون وقت هذو بالعاني كأقرب حوله هذو قد تما مركا لكن هذا بوحي اسكو ضم راسين يهين هبك والولي ويان هديته فلا يتساقط منه شيء وحبا سأنا وده ولا ينشأ فيه شيء أي نحن قد لنن من الحشرات وحشرات كالقمة ليس نحوها بهالشي إنجرت والنحوية وحي لمدة ملبية نواحي كده قانتاي أي وهو يلبي سوء تلبية قاضية كما كان عندهم عند موتي سبوءها مركو دمتاي سبوءها مركو دمتاي ويجب واحد واجب باري أن يغسل الرجل إنهم ما يرى ننكو الرجل ننكا والمرأة هوين دونا المرأة هوين دا إنما يدو أو أين الشيخ لسدحي يعني كما يؤخذ من الحديث السابقة حديثة واقع ياش يستطيع دعوين كان لقوا ذا آخر سنة يو وحي أهيد إن ربنا رجل ميرو هوين كنا هوين كاي ميران إلا أن للرجل نك وحا أو سمعين كرا أن يغسل إنه ميرو زوجته هوين ديسة ولزوجته هوين دنا أن تغسل إنه ميرو زوجها ننكير فإن لم يوجد هدي لهلي وايو لغسل المرأة هوين ذا ميري ذا إلا رجل ما هنا أجنبين ولبا أجنبي كان محرم هدوية هنا ما أو لم يوجد لغسل الرجل إلا امرأة من كينا اللوبة إلا هوين أجنبي كأمو يعني سقط الغسل حال أولا مركا وادي كل كاسا اللوبة هي علمي كي موقت
ما لا ماري هذا ماري سهلة يالي مثلا ماري مايو وده هذا ماري سقط القسل ماري بالله إسكا مرة بعديت ماري بال لقى مرة بقف قف ماري بال اللي هو وده رأينا دعوه لكن هداي دعوه وخلاص بري واستعيد عنه بالتيمم والله تيمم والله جب الجبين بري والله تيمم يو قف خلاص كمان ينت مظلومين بس مع السلامة ساس الله قاسي بري تيمم قاس وعلم واحد وقعت بري أن قسل الميت ميت كماري جيس إنما شرع إن ولا جديه موال واجبي تكريما له اسق او لو ما موسى اسق وتنظيفا يا نظاف نظيف نمو لو نظيفنا يو ان ميد كما لا نظيفين والهي بكرامه بني ادم ولقد كرمنا بني ادم وحملناه في البر والبحر ما قرنسا اسق او ميد يو يو كركو نول يهاب الهي وكرامه مركو نول هنا الكرامه اسولي مركو دنتنا ان سا اسق لو ناجي لو اسو ماشي سي ودنبيس لو غيو ايا رئيس امري وي فهو اسق مركا واجب وواجب بالنسبة لكل ميت مسلم الرمان الشيقني إن الله سمعي أو ميرغا إيو حاس ودن وصاس الله جيهي واجب بي كتهي تدك ميش الجوغعي واجب كتهي وارن لغم مارمان وا ميت كستا إن الله سمعي لكل ميت مسلم ميت كستا أو مسلم إلا شهيد المعركة كي معركة دا كل دنتي ماهن كما ستعلم صان أغان دونو كاي ساق دي جيسي ساق اسكال بالالا آسي دونا وانا نارك دونا ها هذا وبالله التوفيق صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.